بسم الله الرحمن الرحيم. سرايا القدس التابعة للواء التوحيد تقوم بالإعداد لإطلاق صواريخ نوعية تمطر بها كلية المشاة ردا على ما فعلته من قصف للمدنيين وقتل للنساء والأطفال وهدم للمساجد. هذا المقطع إهداء لروح شهيد البطل أبو عمرو القائد الميداني في لواء التوحيد، إهداء إلى روح الشهيد أبو عمرو. بسم الله والله أكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، الله أكبر، العزة لله.